النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نرحب بكم في استعراض هذه النشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بهذا اليوم الأحد، والتي سنقوم باستعراض فيها حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الفترة القادمة، وكما نعلم هي مصورة ومسجلة من المنزل. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لمحاور الطقس خلال هذه الفترة. توقعات بأن يطرأ تقلبات كبيرة على صعيد درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل واضح وملموس يومي السبت والأحد، بحيث اقتربت اليوم الأحد من حدود 30 درجة مئوية في العاصمة عمان والمدن الأردنية، وتجاوزت حاجز 35 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ارتفاع في تركيز الغبار. مرد ذلك هو تأثير لمنخفض جوي خماسيني، حيث ينتهي مع ساعات هذه الليلة تأثير الجزء الدافئ أو الحار نسبياً المرافق لهذا المنخفض الجوي، على أن يبدأ تأثير الشق البارد لهذا المنخفض الجوي مع خلال الساعات القليلة القادمة، لا سيما في شمال ووسط المملكة، حيث يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على الحارة خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بحيث تعود وتصبح في سياق أو في ضمن معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، وكما وترتفع نسب الرطوبة بعد أن انخفضت إلى مستويات متدنية جدا يومي السبت والأحد، تعاود نسب الرطوبة السطحية ارتفاعها التدريجي والملموس اعتبارا من ساعات الليلة القادمة المتأخرة وخلال يومي الاثنين والثلاثاء، لكن مع بقاء الأجواء مستقرة. في حين تستمر الأجواء مائلة للحارة في المنطقة الجنوبية، تحديدا محافظة معان، أيضا خليج العقبة، كذلك الحال المنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين. توقعات مبدئية بتأثير لكتلة هوائية باردة مرافقة لامتداد لمنخفض جوي، وذلك مع نهاية الأسبوع الحالي. المزيد من التفاصيل حول هذا المحور خلال النشرات الجوية القادمة، لكن تجدر الإشارة إلى أن الأجواء ستعود لتصبح باردة خلال نهاية هذا الأسبوع، مع ارتفاع فرص لهطول الأمطار في أكثر من مناسبة اعتبارا من يوم الخميس بمشيئة الله. ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة. لدينا هنا في طقس العرب نلاحظ معكم ظهور كميات كبيرة من السحب عالية الارتفاع في معظمها من النوع غير الممطر فوق المملكة، كذلك الحال فوق دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. يتخلل بعض هذه السحب سحب متوسط الارتفاع، قد تعمل على هطول زخات خفيفة متفرقة من الأمطار طينية الطابع في بعض المناطق المحدودة. أيضا نلاحظ من خلال هذه الصور أيضا ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء من خلال ظهور بعض الألوان داخل صور الأقمار داخل الغيوم، وهي تعكس ارتفاع تركيز الغبار على الأجواء. ننتقل معكم الآن لاستعراض توقعات درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة خلال الفترة القادمة. توقعات بأن يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على الحارة خلال اليومين القادمين، هذا وهو مبين خلال هذه الصور، حيث تكون الأجواء أو حيث كانت الأجواء نهار هذا اليوم الأحد مائلة للحارة وحارة نسبيا وجافة فوق العديد من المناطق، وهذا منعكس عن طريق مشاهدة هذا اللون الداكن فوق المملكة. لكن خلال اليومين القادمين الأحد والاثنين والثلاثاء عفوا، هنالك انخفاض تدريجي وملموس على الحارة، بحيث تنخفض وتصبح حول معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، هذا مبين من خلال هذه الألوان التي تحل مكان الألوان الداكنة الحمراء والبرتقالية التي أثرت على المملكة خلال يوم الأحد، في حين تنخفض هذه الدرجات بشكل تدريجي وواضح يومين الاثنين والثلاثاء، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى مع استمرار الأجواء المائلة الحارة في محافظة معان في خليج العقبة، أيضا في المنطقة الشرقية، وأيضا هناك تراجع في تركيز الغبار في الأجواء مع استمرار نسب الرطوبة النسبية بالارتفاع. ننتقل معكم الآن لمشاهدة توقعات هبات سرعة الرياح
فوق المملكة خلال اليومين القادمين. نلاحظ معكم تحول تدريجي للرياح لتصبح غربية مع ساعات مساء هذا اليوم الأحد. هذه الرياح تصبح تدريجيا خلال ساعات الليلة القادمة وفجر الاثنين ذات مصدر بحري، مما يعني ارتفاع نسب الرطوبة السطحية كون هذه الرياح تعبر فوق مناطق البحر الأبيض المتوسط نحو المملكة عوضا عن الصحراء المصرية مع ساعات بالمقارنة مع ساعات نهار هذا اليوم الأحد، بحيث ترتفع نسب الرطوبة في الأجواء، يتراجع تركيز الغبار في الأجواء، كما يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على الحارة. وهذه الرياح تكون معتدلة السرعة بوجه عام مع وجود بعض الهبات النشطة فوق المرتفعات الجبلية العالية، كذلك حال مناطق البادية، وذلك استمرارا لذلك خلال يوم اثنين وحتى ساعات أيضا نهار الثلاثاء. ننتقل معكم الآن لمشاهدة التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان خلال الليلة القادمة. توقعات بأن يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على الحارة اعتبارا من ساعات بعيدة ساعات انتصاف الليلة القادمة، كذلك حايط ارتفاع في نسب الرطوبة لتعود الأجواء وتصبح مع ساعات الليلة القادمة المتأخرة رطبة، كذلك الحال تصبح الأجواء باردة نسبيا مقارنة بالليالي الماضية أيضا مقارنة مع ساعات نهار هذا اليوم الأحد. نلاحظ معكم التوقعات الخاصة بالثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، انخفاضات تدريجية وملموسة الحارة متوقعة كما تحدثنا اعتبارا من ساعات الليلة القادمة المتأخرة. تستمر الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء مستقرة ربيعية لطيفة مع ساعات النهار، حيث تكون الدرجات ضمن سياق معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام، يبلغ معدل العظمى في العاصمة عمان تقريبا بحدود 20 درجة مئوية. إذن ما نلاحظ درجات حارة مع ساعات النهار هي حول معدلاتها الاعتيادية، لكن مع ساعات الليل تكون الأجواء باردة مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، كذلك حال ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ومتفاوتة الارتفاع. مع نهاية هذا الأسبوع توقعات بتأثير كتلة هوائية باردة مع امتداد لمنخفض جوي على السطح. نزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة. كان كل ذلك حتى اللحظة من هنا من طقس العرب، من المنزل إلى اللقاء.